شكرا جزيلا في البداية على هذه الدعوة الكريمة لتناول هذا الحديث بشأن موضوع البريكس. إن الإجابة المباشرة لسؤالكم سوف تكون أن مجموعة البريكس والدول الأعضاء لديهم هذه القدرة في حقيقة الأمر، وبالفعل مع الوضع في الاعتبار حقيقة أننا بالفعل لدينا الكثير من التعاملات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، ونساهم بشكل كبير في الإنتاج المحلي مقارنة بمجموعة السبع، فلدينا حجم كبير من الجي دي بي، وهو أمر يعتبر دلالة كبيرة على هذه القدرة. لقد كان هناك الكثير من المشاورات بين الدول الأعضاء بشأن مستوى التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء في البريكس، وكذلك مستوى التكامل في كثير من المعايير والكثير من العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي التجاري، وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة القانونية ذات الصلة. وبالتالي أعتقد أن بكل يقين أن هذه المتطلبات قد تم الوفاء بها، فبالتالي أصبح لدى مجموعة البريكس هذه القدرات ومتاحة بالفعل حيز التنفيذ، وهي تؤدي إلى قوة اقتصادية هائلة. وكل هذا يواجه الكثير من القضايا والاعتبارات، ولكنها جاري المشاورات بشأنها، حيث كان هناك مجموعات معنية من الوزراء مختصين بهذا الشأن، ونحن الآن نعمل على هذا الأمر وعلى كثير من الأصعدة. فمن وجهة نظري أعتقد أنه من المبكر أن نحسم هذه النقاط بشكل نهائي، ولكننا في الطريق السليم باتجاه تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في البريكس، وحيث زادت هذه العلاقات التجارية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من التكامل بين الاقتصادات للدول. أعتقد أن الأمر يعتبر مسألة وقت فقط، وما إذا كان هذا يقلل حجم التجارة مع الولايات المتحدة أو لا، فإن هذا أمر مختلف، ولكن في الأساس هذا يشير إلى قدرة مجموعة البريكس والدول الأعضاء في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والتبادل في مجال البضائع، وهذا يطرح المزيد من القدرات للدول الأعضاء. سيد ميكا، يعني من وجهة نظرك ما دلالة انضمام دول جديدة لتكتل البريكس من الدول المحسوبة على يعني الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالفعل هناك الهند مثلا، هي تحسب دائما على أنها حليف للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي قوى عالمية أخرى. الآن تايلاند هي أيضا من حلفاء أمريكا، قبلها كانت السعودية مثلا، ومصر لديها علاقات قوية مع الولايات المتحدة. هل هناك دلالة لاختيار تلك الدول يعني الانضمام لتكتل البريكس، والذي ينظر له على أنه يعني منافس للولايات المتحدة والدول الغربية بالأساس؟ طيب السيد ميكا، لا أعلم إذا كنت تسمعني أم أن المشكلة ربما في التأخر في وصول الصوت، لكن كنت أسألك عن دلالة انضمام أو اهتمام دول بالانضمام لتكتل بريكس، وهي دول بالأساس حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هناك الكثير من الدلالات عندما نتحدث عن العضويات الجديدة لبعض الدول كما ذكرتم، واتخاذ هذه الخطوة للانضمام وإعلان عن الرغبة في الانضمام إلى مجموعة البريكس، وكذلك الدول الأعضاء بحلف الناتو وهم حلفاء للولايات المتحدة في الأساس، وأيضا يعتبر دلالة كبيرة للعالم أجمع على أهمية البريكس.
سوف نرى مدى تمدد هذه العملية ومزيد من العضويات المتوقعة في المستقبل. وهناك الكثير من الدول الأخرى التي تم دعوتها للانضمام إلى مجموعة البريكس مثل السعودية وأيضا كانت دولة حليفة للولايات المتحدة بشكل تاريخي، وهناك المزيد من الدول. في حقيقة الأمر نحن نتفهم أننا نواجه الغرب ونواجه الكثير من العقبات في الشأن، ولكن على الأقل هناك دلالة كبيرة على أهمية عضوية البريكس. من ضمن هذه الدول العديدة هناك الكثير منهم التي لديها علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. البعض يقول أنه الأعضاء الأوائل في البريكس، نتحدث هنا عن جنوب إفريقيا طبعا، الصين، روسيا، الهند والبرازيل، لا يعني يتفقوا على قضايا مهمة، قضايا كبيرة مهمة، وأن هذا الاختلاف في وجهات النظر ربما يعطل شكل التحالف كما ينبغي أن يكون. ما رأيك في ذلك؟ في البداية لابد أن ندرس ونتناول ما هو سبب إنشاء مجموعة البريكس. في البداية في 2009 كان هناك الكثير من التوترات. تم إنشاء مجموعة البريكس من أجل السعي لإيجاد مجموعة كبيرة وتحالف اقتصادي في الأساس من أجل مواجهة الكثير من التوترات المستقبلية والتي كانت منها الكثير متعمد، وأيضا من أجل أن يكون هناك تحقيقا لكثير من الآمال. وكثير من الأمال والطموحات المتعلقة بالمؤسسات المالية والنقدية والكثير من الحاجة إلى إيجاد البدائل لتلك المؤسسات المالية، وكان هذا هو السبب الأساسي لإنشاء مجموعة البريكس، ومن أجل دعم كافة عملياتها وإجراءاتها لضم المزيد من العضويات وأن يكون هناك منصة ونظام متاح متعدد الأطراف للتعاون. والكثير من الدول التي قررت أن تنضم إلى البريكس سعت بكل دقة إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والحصول على مزيد من الموارد الاقتصادية، وثانيا أيضا من أجل السعي إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمجموعة البريكس من أجل تعزيز الاقتصادات بشكل عام. كانت هناك الكثير من القدرات لكل دولة على واحدة، ولكن جاءت مجموعة البريكس لتعود بالنفع على كثير من الدول ولدعم كافة الاقتصادات. مقارنة بمجموعة السبع أصبح هناك منافسة عالمية قوية في حجم التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء. الآن لا يوجد أي شك أن هناك منفعة كبيرة عادت على الاقتصادات لكافة الدول برغم اختلاف وجهات النظر، ولكن لابد أن نستدعي ونتذكر أن تم إنشاء مجموعة البريكس بموافقة الجميع، جميع الدول الأعضاء، وأيضا بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة. وكان هناك كثير من الاجتماعات على مستوى الوزراء كما حدث في الأسبوع الماضي، وكل هذه الاجتماعات وهذه القرارات تم تبنيها وتم التوافق عليها بالإجماع، وهذا كيف تعمل مجموعة البريكس. وقد تمكنت مجموعة البريكس من تحقيق الكثير من الإنجازات على مدار الفترة الماضية منذ إنشاء المجموعة،
كان هناك الكثير من التقدم ولا سيما في مجال التكامل بين الدول الأعضاء والتوصل إلى قرارات اتفق عليها بالإجماع وتناول الكثير من القضايا الكبرى التي تواجه العالم. قد اتفق الدول الأعضاء على كثير من وجهات النظر فيما يتعلق بإيجاد الحلول النهائية لهذه المشكلات، وكان هناك عددا من الانتقادات في بداية إنشاء المجموعة بسبب الاختلافات في وجهات النظر والمبادئ والطبيعة الجغرافية والنظمة الداخلية لكل دولة والنظمة السياسية كذلك التي كانت تضع بعض العوائق أمام استكمال إجراءات المجموعة، ولكن في النهاية نجحت المجموعة في حل هذه الخلافات، وخاصة فيما يتعلق بما ذكرته فيما يتعلق بالقرارات المتفق عليها إجماعيا. نعم، وكان هناك الكثير من القرارات والخيارات الاستراتيجية التي شكلت هذه المجموعة، وهذا ما يتعلق به غرض إنشاء المجموعة من أجل تناول الكثير من القضايا الإقليمية على وجه الخصوص، وهذا يأتي في ظل إصلاح عام لهيكل النظام العالمي ومن أجل إصلاح النظم متعددة الأطراف وأيضا للتقدم في هذا المسار وتحقيق هذا الهدف. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من جوهانسبرغ ميكا تيكيسو كوبي المتخصص في الشأن الاقتصادي.